السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله وفق متابعات البرنامج الحكومي وتنفيذا لما جاء فيه من إنعاش السلة الغذائية بمفردات استهلاكية ضرورية للمواطن، وعدت وزارة التجارة قبيل حلول شهر رمضان بتوزيع مفردات السلة الغذائية للحد من جشع المستغلين في السوق والمستفيدين من غلاء الأسعار على المواطن، في خطوة للمساهمة بإعانة المواطن حول غلاء الأسعار من خلال توفير ما يتم زيادة الطلب عليه. لكن الوزارة تأخرت بإطلاق السلة الرمضانية مع ضبابية حول معرفة الأسباب، بالتالي اليوم البرلمان يتجه صوب استضافته الوزير للبحث حول طبيعة الأسباب المعرقلة لإعطاء حق المواطن وحصته من المواد الغذائية لمعالجتها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هاي الليلة، فبعد قضية تحكيم دولية طال أمدها كسبت بغداد الحق القانوني ضد تركيا بشأن خط الأنابيب وصادرات كردستان من النفط الخام، هذا القرار بلور مشاهد أولية من الحوار والخطوات الفعلية حول صيغ مختلفة تحتكم فيها أربيل وأنقرة لمسارات قانونية وفقا لهذه المعطيات الجديدة، فلا خروج عن النص والاجتهاد في إدارة الموارد النفطية بعد قرار هيئة التحكيم الدولية، بعيدا عن القرارات الفيدرالية للحكومة المركزية. فما صدر في محكمة باريس وضع النقاط على الحروف المبعثرة وأنهى فصولا زمنية من مغامرات الإقليم النفطية. هاي الملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة وناقشها ونطرحها أمام ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. استقرار السوق وتوازن الأسعار فيه تنعكس إيجابا على المواطن، خصوصا مع توفر السلة الغذائية اللي لا يخفى على أحد أنها تسهم بشكل كبير لتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة مع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك، وبالتأكيد غيابها راح يأثر على دخل المواطن. لذلك تحرك البرلمان، وهذا التحرك جاء عن عدة أسباب. هنا التأخير شنو أسبابه؟ لربما ستصل إلى دراسة هاي الأسباب ومعالجتها. خلونا نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ويا ضيوفنا، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وزارة التجارة وعدت بإطلاق السلة الرمضانية التي تسهم بتخفيف كاهل المواطن لما شهدت الأسواق المحلية من ارتفاع بأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، التي عزت وزارة التجارة هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الطلب مع دخول شهر رمضان، في حين يقابله ضعف في توفير المواد الغذائية، معادلة من شأنها أن تسهم بارتفاع الأسعار في السوق وفق رؤية الخبراء. وفي ذات الوقت يرى مراقبون أن إطلاق السلة الرمضانية في وقتها المحدد تسهم بإخماد نيران الأسعار في الأسواق، بالتالي توفير احتياجات المواطن من خلال رفض السوق بما يطلبه الفرد تحدث نقلة نوعية بمردودات إيجابية تنعكس على أسعار السلع وتخفيضها عن طريق زيادة المنتجات المستهلكة وتوفيرها، ومن ثم عودة الأسعار الطبيعية في السوق بما ينسجم مع قدرة المستهلك على شرائها. أما وعود وزارة التجارة فلم تنفذ ولم يتدارك موقف غلاء الأسعار، الأمر الذي ولد حراكا نيابيا داخل أروقة البرلمان حول استضافة وزير التجارة والجهات المعنية والمسؤولة لبحث ومناقشة أسباب التأخير بإطلاق السلة الرمضانية ومعرفة مدى جهوزيتها، خصوصا مع الحاجة الملحة لتوفيرها في الوقت الحالي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الحلقة، وأرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حكمة العبيدي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة بغداد ضيفا كريما في الاستوديو، أهلا ومرحبا بك أستاذ حكمة. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، حياكم الله ضيوفا الكرام. نبدأ مع حضرتك أستاذ حكمة، نتحدث عن المواطن العراقي، و إذا نتحدث عن حماية السوق فمن من نحمي المواطن؟ نحمي من التاجر، نحمي من الجهات القطاعية الحكومية، نحمي من من؟ شكرا لحضرتك.
تحياتي لقناتكم الوقرة ولجمهوركم الكريم. حياكم الله. بداية للخوض في موضوع البطاقة التموينية، الأحداث مرت بتسلسل، يعني هي بداية من شهر الواحد أعتقد من بدأ نظام الفيدرالي الأمريكي بطلب أنه عملية الاستيراد تتم وفق برامج مثبتة من أجل وضع حد لغسيل الأموال. برنامج قرار البنك الفيدرالي الأمريكي هو مو حديث عهد، هو سبق أن انطرح على الحكومة العراقية من 2019، ولكن تجاهل الموضوع انترك هذا. بس الغريب أنه بالفترة الأخيرة يلا البنك الفيدرالي الأمريكي وضع شروطا، هذه شروط وفق نظام السويفت اللي هو مشترك، تأسس سنة 1973، مشتركة ب 11,000 مؤسسة اقتصادية و 200 بلد. هو تأسس في بلجيكا، أسس البنك الوطني البلجيكي، والمساهمين الرئيسيين هو بنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني الإنجليزي. قراراته غير قابلة للنقاش، وإنما أكو طرق معينة للاستيراد. البنك المركزي تأخر في كل خطواته، والسبب أنه كان من البداية يخطي خطواته اللي بعدين خطاها. شهر الواحد ارتفع الدولار إلى 160-165، وقفت عملية الاستيراد، التجار ما قدروا يستوردون. احنا مقبلين على رمضان، البضائع قلت بالأسواق. وزارة التجارة كان من الممكن أولا تهيئ مواد البطاقة التموينية مسبقا، وشغلة أخرى أنا سبق أن طرحتها في عدة ندوات وقدمت بها تقرير لوزارة التجارة من خلال اتحاد الغرف التجارية. أنا أكو سبع مواد هي تحل الأزمة للمواطن البسيط الفقير أو الناس اللي محتاجة البطاقة التموينية، هي الحمص والعدس والفاصولية والمعجون والزيت والشكر والرز والطحين. الوزارة كان ممكن هاي المواد تستوردها، ما لها علاقة بالبطاقة التموينية، البطاقة التموينية تبقى على حالها، لكن هذه المواد تستوردها الوزارة تنطيها إلى وكلاء الحصة التموينية بيع ومثبت السعر، وعلى الوكيل يبيعها بنفس السعر المحدد اللي تستورد الدولة بدولار 1320. هذه الخطوة تأخرت بها الوزارة، كلش تأخرت، بس بدأت بالطحين وخفضت الأسعار، لكن بقية المواد ما طرحتها. بالفترة الأخيرة الأسبوع الماضي أو فتحت فروع في عدة بالكرخ وبالرصافة، هذه ما تلبي الحاجة. المواطن يعني مواطن بالكرخ يروح يدور على وين دائرة أكو تبيع بضائع رخيصة، هذا مو صحيح. المفروض كان وزارة التجارة تنطي هاي المواد إلى وكلاء البطاقة التموينية، هم اللي يبيعوها بالسعر المخفض، ما لها علاقة بالبطاقة التموينية. هذه حصة مو حصة زائدة، وإنما بضائع تنباع بسعر مخفض من خلال وكيل البطاقة التموينية. هذه ما خطتها الوزارة، استأخرت بها كلش. يعني احنا هسه مثلا في العشرة الأولى من أيام رمضان، يعني ما معقولة حصة ما تتوزع، المفروض كان مقرر تتوزع حصتين، حصة بالعشرة الأولى وحصة بالعشرة الثانية. طيب. المواطن ما استلم. احنا خلينا نقول ارتفاع الأسعار بالأسواق، يعني كثير من الناس أنه التاجر الجشع التاجر الجشع، التاجر لحد هاي اللحظة ما استلم دولار ب 1320 حتى يستورد. استيراداته كلها كانت من دولار 1600-1550، شلون يبيع البضائع بأرخص؟ أني أجي أحاسب التاجر في وقت أني مسلمة دولار ومستورد بسعر دولار مخفض، ما حصل هالشيء. وفق نظام البنك الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي أصدر قرارات، الأولى أنه للتجار ما نقول الطبقة المحدودة من التجار اللي ما عندهم إمكانيات، وفر لهم نظام الفاتورة، أنه كل شخص يقدم فاتورة شي يريد من أشياء يبعثها يقدمها للبنك المركزي، ثم تروح إلى الشركة
المصدرة من هناك، الشركة تصدر دز الأسعار وترجع هاي الأسعار وثم يحول هذا المبلغ. طيب هذه بالنسبة لل وبعدين أسسوا الشركات البسيطة اثنين أو ثلاثة لحد خمسة يأسسون شركة ومسموح لهم الاستيراد. طيب أستاذ حكمة، ومن ثم الشركات الكبيرة. خلي أمسك القضية اللي تفضلت بها أنه قضية وزارة التجارة، وعزيت حضرتك السبب إلى أنه البنك الفيدرالي وما جرى على السوق العراقي من انتكاسات بصراحة كانت سببت أزمات اقتصادية لولا أن الحكومة أوجدت بعض الحلول. أستاذ دريد جد ترحابي بحضرتك، ولكن هذه الحلول وصلت إلى وزارة التجارة ويفترض أن توزع حصة البطاقة التموينية، ولكن هذه السلة الغذائية بالإضافة للبطاقة التموينية لم يتم توزيعها لحد الآن، وكانت في منافذ بيع مباشر بأسعار مخفضة للمواطنين. فإذن هنا ما كانت أكو فد نوع من التساوي في التوزيع. شلون شوف حضرتك هذا المطلب اللي ذهب إلى البرلمان بأن يستضيف وزير التجارة؟ عفوا خلي الأستاذ دريد، يعني وزير التجارة أستاذ حكمة إذا تسمح لي أستاذ دريد خلي يجاوبنا. نعم العفو أستاذ الكريم، سؤال مع حضرتك يعني حسب رأيي شوي بعيد عن عملية الإدارة لموضوع البطاقة التموينية. عملية الإدارة أول مرة شكرا على الدعوة ومرحبا بكم مستمعين الكرام. طرحنا قبل عدة أشهر يعني حتى في زمن الكاظمي طرحنا أنه هناك مواضيع ما تقدر تديرها الدولة كوزارة. البطاقة التموينية تخص ما لا يقل عن 25 مليون إلى 30 مليون مواطن إذا طلعنا المستبعدين. من هاي المجموعة من المواطنين 20 إلى 15 إلى 20 مليون دون خط الفقر فوق مستوى خط الفقر. أنا هاي شغلات الإدارة بعيدة عن موضوعة البطاقة التموينية. سيد رئيس الوزراء الآن اهتم اهتمام كامل بالخريجين وعينهم وترك التشغيل، اهتم بالأدوية وراح يعينها يشغلها، نعم ما اهتم بالمي ولا اهتم بالبطاقة التموينية اللي تشمل 15 مليون مواطن شوية فوق خط الفقر وجوه خط الفقر، ما اهتم ولا أعار لا أي أهمية. اللي طرحناه بعيدا عن كل تغيرات الدولار وتبعيتها والفيدرالي وغيره والسوق الداخلي، اللي طرحناه أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة لجنة لأن هذا تمس وتماس مباشر مع الفئة الجائعة اللي تهدد يوم من الأيام وتقضي على كل شيء. يتولى السيد رئيس الوزراء هاي العملية وبمتابعة شخصية يوميا، يستضيف سفير، يستضيف ملحق تجاري. أنا أقوم أغير السوق العالمي كل يوم بتغير شكل، وأنا وراي الفيدرالي محدد مواضيع، وراي الفساد اللي إذا تتقاس بالبطاقة التموينية مجموعة من الشركات والأشخاص والأحزاب، هاي كلها احنا دا نغفلها. تنتقل إدارة البطاقة التموينية من قبل 3 أشهر قلناها إلى شركة خاصة مرتبطة بمجلس الوزراء بشكل مباشر. وزارة التخطيط تعلن مجموعة البطاقة التموينية السعر العالمي، هاي اللجنة تعلن أنه هذه المادة الرز أنا أشتريها ب $750 مثلا، الطحين ب 600، الدهن بهالقد، منو يجي يقدم أدعمه بالدولار، أدعمه بالتحويل، أدعمه بكل شيء في سبيل أن يهيئ لي. أما تاجر يجي يريد يشبع 7 ملايين أو 8 ملايين خلال تحويلات مالية، أنا قبل الأستاذ نائب رئيس غرفة تجارة بغداد وبالاتحاد ومستشار عندهم ورئيس لجنة الدراسات والبحوث، أعرف دقائق الأمور من أين تؤكل. الوزارات كلها فشلت من 2020 من 2002 2003 إلى حد الآن كلها فشلت، حتى خفضت الكمية مع البطاقة التموينية بأعدادا ومبلغا.
أعلى مبلغ كان 2008 وراها كلها بانخفاض. أنا بتماس مباشر مع 20 مليون مواطن. أنا أتحجج بفلان وعلان؟ لا، أغير الآلية الإدارية وأحولها إلى حضرتك تتحدث عن الخصخصة المزارة. إذا كانت هي شركة خاصة وتوزع البطاقة التموينية، مو هذا الموضوع راح يقودنا إلى أنه الجانب التشريعي أستاذ حكمة لما يريد يستضيف وزير التجارة، الجانب التنفيذي عندنا رئيس الوزراء يعني في مستهل الجلسة اللي عقدها مع الوزراء طلب منهم بذل أقصى الجهود وتكثيف العمل في شهر رمضان المبارك، وكان أكو توجيه لوزارة التجارة بمعالجة أي تلكؤ يصاحب عملية توزيع السلات الغذائية الخاصة بشهر رمضان والمواد الغذائية المدعومة. طيب هنا هسه المواطن، يعني انت اشكرت حضرتك على انه المواطن شلون يروح لهذه المنافذ الأربعة او الاكثر او الاقل وهو في شهر رمضان، فهنا شلون عليه من راح يقع اللوم؟ يعني مجلس النواب يريد ياخذ دوره بالاستضافه، ومجلس الوزراء ايضا هو قام بدوره بتوجيه وزراء حول هذا الموضوع. يعني هي حتى هاي المنافذ يعني من اللي يوصلها؟ وين هي هاي المنافذ؟ كان المفروض قبل رمضان بخمسة أيام تتهيئ البطاقة التموينية وتوزع في بداية رمضان. إذا توزعت في بداية رمضان أولاً لح تسوي عرض وطلب، لح يصير فائض بالأسواق بهاي المواد ويقل سعرها بالسوق، بدل ما ترتفع لح تنخفض. وزارة التجارة إذا لحد هسه هي ما موزعة، المواطن لا يزال يشتري من الأسواق وأكو طلب. العجز وين؟ أنه الأسواق ما أقول خالية، أشبه بالخالية، لأنه ما تم عملية الاستيراد. حتى وفق النظام الفيدرالي الأمريكي كل الحوالات اللي طلعت للخارج 70% رجعت منها، أكو بها أخطاء، لأنه لا موظفين البنك المركزي ولا موظفين البنوك عندهم خبرة بهذا الموضوع. هذا الموضوع مو سهل، يعني عملية النظام الجديد بالاستيراد. ولهذا هسه نلاحظ أن تجار دا يشكون 70%، يعني أنت تدز 10 حوالات إلى ومنظمة ويعتقد أنه كلش مضبوطة، تروح 30 تنقبل منها، 3 تنقبل منها و10 ترجع. الحد هسه ما دخلت بضائع نهائيا وفق النظام الجديد أبدا، وكل من يقول جدي أبدا. أنا زين شلون أجي أقول هذا التاجر الجشع هذا التاجر؟ أنا باعتباري كتاجر يعني أدافع عن طبقة معينة. الجشع يتولد من أنت تعطيني دولار ب 1320 وأنا أبيع بضاعة بسعر كلش عالي، لكن إذا أنا مستورد بضايع ب 165 بيش أبيعها؟ كان المفروض الحصة التموينية توزع بداية الشهر بالضبط، مو لحد هسه ما متوزعة والناس طبقات فقيرة تنتظرها يوم يوم الحصة التموينية مثل الهلال العيدي، يعني مثل المثل اللي يقول. طيب الحد هسه ما استلموا، هذا مو حكي، يعني شو يريد يبرر وزير التجارة؟ طيب ما أعتقد أنه يبرر. قضية أشكرت على وجود منافذ البيع أستاذ دريد، يعني كشاهد عيان واحدة من هذه المنافذ الثلاثة هي في منطقتي، وأشوف أنه لساعات متأخرة من الليل قبلها الصبح أكو إقبال شديد من قبل المواطنين على ارتياد هذه المنافذ، بيع المواد الغذائية بالأسعار المخفضة، وأكو يعني ما شاء الله خير من الله ما نزلت صحيح، بس لكنه أشوف أنه الحركة بها حركة كبيرة. ولكن اتحدث هل أن هذا المشروع يؤتي ثمارة، يصل إلى المواطن البسيط، يستطيع أن يعدل الوضع الاقتصادي أو يجعل الوضع الاقتصادي كافيا في شهر رمضان؟ أستاذ الكريم، الأسواق المركزية كانت في بغداد 4-5، شنو منفذ واحد منفذين في بغداد؟ منفذ تحت وزارة التجارة، يعني 5000 10000 20000 باليوم، عندك 20 مليون جائع، 25 إلى 30 مليون شخص يستلم بطاقة تموينية. هاي منافذ إيش؟ هاي ما حلول أستاذ، ولا حتى ينظر لها لا من بعيد ولا من قريب. رئيس الوزراء مع لجنة مرتبة يستضيف سفراء أو ملحقين تجاريين، أنا أحتاج هاي المواد، أشحنوا فورا وأنطيكم إياها السعر من ننزل بالميناء، لأن من الفوب من الدولة اللي تحمل
لما يجي الميناء بالبصرة الأسعار ترتفع وتنزل. أنا أتعاقد مع متاجر أنطي فلوس يروح يكمل من جيبه في بعض الأحيان. هذه موضوع أكبر من موضوع تجارة مع شخص أو موضوع مع تجار، موضوع أكبر. أسعار في العادة تختلف خلال باليوم، يعني بواعي هيك تلتف الأسعار. أنا بدي أشتغل، هذه العملية يريد لها مركزية كلش قوية. نعم. مع السفير اشحن 100,000 طن فلان مادة، 100,000 طن فلان مادة، تريد دولار لو تريد نفط. أنا مو راح أبني العراق على طريق الحرير و100,000 برميل باليوم، وراح أهل الاتفاقية العراقية الصينية. زين ليش بتفقوا على طريق على هاي الآلية؟ أخي العزيز تاجر قد ما يكون قوي ما يلحق. أنت تعرف إذا تحسبها باليوم كم مليون طن يريد من مواد غذائية؟ تاجر بيحلها يا سيدي الكريم. تاجر يشتغل للسوق شوية، تجي في أتحجج بفلان شهر لا ألقى طريقة جديدة ما تتعارض. هسه التاجر المسكين يعني متهم، أنا بالسوق متهم. طيب في كل استاذ دريد، يعني ما دام انك حضرتك انه ترجح انه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، استاذ حكمت الى اي مدى من الممكن ان يؤدي هذا الاستثمار وهذا هذه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، دخول الحكومه حتى على الاتفاقيات الدوليه لربما تصل بحاله من الاستقرار الاقتصادي اذا ما اتخذت هكذا مسالك؟ القطاع الخاص اولا خبره القطاع الخاص غير خبره القطاع العام. القطاع الخاص يعني صاحب خبره سنين، وماكو واحد تاجر مستورد على مستوى عالي هو ما ماخذ خبرته من 40-50 سنة. نعم. ما يتناسب ويا موظفين الدوله اللي تروح تستورد او كل القطاع العام. العوده لحديث المنافل استاذ العزيز، هي وزارة التجارة، وزير التجارة لو حضر بالمجلس النيابي وسؤال عن المنافذ ويريد يتكلم عن المنافذ، لا حيكون جانب إعلامي لا أكثر. هل المنافذ انفتحت بالأقضية؟ هل المنافذ انفتحت بالنواحي؟ حتى بالمحافظات ما انفتحت، فتحت فروع، لح نفتح فروع. هذا مو صحيح الحديث، ولا هاي المنافذ لح تأدي واجبها نهائيا. يعني هل من المعقول وزارة التجارة تطلب من شركات من حقول الدواجن تشتري منهم البيض؟ هذا مو شغل وزارة التجارة. عملية شراء البيض ماكو أسوأ منها، لأنه بيها تلف، بيها خزن برادات، بيها الدولة مفروض تتقرب لهيك مسائل. القطاع الخاص هو أدرى بيها، يعني وزارة التجارة تشتري بيض ويبقى أيام عندها تتوزع على المواطن، إلى حق البيض يتكسر ويروح وتطلع لا المواطن ماخذ البيض الصحيح ولا الدولة مؤدية واجبها. القطاع الخاص لازم ياخذ دوره الرئيسي، بدون القطاع الخاص كل الإجراءات الأخرى ما أقول فاشلة وإنما مصيرها النهائي الفشل. دور القطاع الخاص لازم ياخذ المجال الواسع، لأنه ناس أصحاب خبرة. الدولة في اتجاه والقطاع الخاص في اتجاه، ممكن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ولكن في أكثر اللجان الموجودة في كل الوزارات ما مشترك القطاع الخاص، ولا يجيبون من القطاع الخاص حتى من أجل إبداء الأفكار إلا بالفترة الأخيرة في عهد السيد رئيس الوزراء السوداني. يعني في كل يوم خميس اكو ندوه يحضروها تجار ورئيس الاتحاد الغرف التجاريه وتنطرح الاشياء، صدقني وتصدر قرارات بنفس اليوم. يعني هذه فد مسائل ايجابيه جدا، لولا يعني حقيقه نشاط سيد رئيس الوزراء لا مدحم به ولا ملتقي به ولا اعرفه، ولكن لولا هذا النشاط كان هوايه امور تدهورت. كل يوم خميس اي مناقشه تطرح اي قضايا في نفس الجلسه، حسب ما سمعت في نفس الجلسه تتوجه اوامر اداريه لحلحله الامور، وهوايه امور انحلت. المطلوب من وزاره التجاره
يعني أقول مو سرعة التحرك، وأن هي عندها إمكانيات ضخمة، عندها سطول نقل، عندها مختبرات، عندها مخازن، عندها كل شيء، ولكن حركتها هاي لو سلمها بيد القطاع الخاص كان الإنتاجية تصير بقد هاي بشكل أضعاف مضاعفة. فالأمل أنه يأخذ القطاع الخاص دورة ومدعوم وحلحلة موضوع الاستيراد والمبالغ اللي إذا تطلع إلى الخارج مجمدة بأموال ضخمة جدا جدا، وإذا ترجع مرفوضة 70% منها والأموال ما تنسحب. يعني حدثني أحد التجار اليوم مبالغ اللي محجوزة عنده أرقام خيالية، وحد اليوم أنا بجميلة كنت دا أشتري سلة غذائية الأسعار باقية ومرتفعة ونفس أسعارها القديمة ما تغيرت ولا شوية. حتى لو الأمن الاقتصادي تحرك أو ما يتحرك، هذا واقع حال عرض وطلب، والأسعار الموجودة البضائع الموجودة في الأسواق هي بأسعار مستوردة بدولار 150 وأحلى، فما ممكن بيعها أقل، وإلا الموضوع يأخذ أبعاد أكثر. وخلينا ما نرجع لسنة 1992 يوم اللي ارتفعت البضائع وخلوا همينا وضعت براس التجار وتم إعدام التجار. طيب أستاذ رايد، يعني نتحدث عن خدمة المواطن، يعني هو هذا المعيار الرئيسي. أما الدولة كلها برلمانها حكومتها كل أجهزتها وعدت بأنها راح تكون حكومة خدمات، بالتالي اليوم المواطن يتأمل انتظار وينتظر هذه الخدمات. أي تقصير من أي جهة تتحمل هذه الجهة المسؤولية، المواطن يجب أن تصل الخدمات. ما رأيك بهذا الطرح؟ والله أستاذي إلى حد الآن إحنا نسميها حكومة مبادرات، يعني ما شفنا تنفيذ ولا أكو موازنة حتى نحكم على المبادرات. ما توكل خبز، أنا أحكي بتماس مباشر، أنا ما لي علاقة بالفلان وعلان. مبادرات ما توكل خبز، تخطيط لحالة طارئة، حالة أزمة استثنائية مو إنشاء، ولا عملية تخصيص مبلغ وروح على ما يروح لوزارة التجارة تتقاسم جهات معينة وتم الإعلان ودي يروح يستورد ويفتح اعتماد ودي يشحن. مثل ما يقول الأستاذ هي 80% من الحوالات ده ترجع مو 70. أنا هاي أقول لك ياها وإحنا متابعيها بدقائقها. المبادرات ما توكل خبز، خلي يشعرون بالمواطن. عشرات المبادرات كل يوم مبادرة نسمعها، هذه تماس يومي، مبادرة مع الدولة رئاسة الوزراء البرلمان. على شيء استضاف برلمان خلي يوجه الحكومة، هم عندنا احنا مضايف وعربان ده نقعد زين جال وزير وقعد وسولف وسوال المشاكل. مواطن شو استفاد؟ عم استاذي الكريم ماذا يشعرون ماذا يشعرون بالمواطن؟ ماكو شعور. ما حلقتنا أستاذ دريد حتى في سبيل كلها. ما دام بعدنا في بداية الشهر الفضيل يتم تصحيح المسار، تصل هذه الخدمات إلى المواطن، والحكومة هي وعدت بأنها تكون حكومة خدمة وطنية، هذا يجب أن يكون ملموس مثل ما خدمات بلدية خدمات أخرى تصل إلى المواطن. أيضا هذه السلة الغذائية يجب أن تصل. وأنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، ضممت معنا عبر سكايب، وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ حكمت العبيد النائب الأول رئيس غرفة تجارة بغداد، أثرت الحوار ضيف الكريم في الاستوديو. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيف الكريم أستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياك الله أستاذ مهدي. نتحدث عن ما صدر من قرار من المحكمة الاتحادية ولم يتم الالتزام به، يعني هنا حكمة محكمة باريس أيضا بقرار آخر، كيف تنظر إلى كل هذه الأحكام؟ بداية تحياتي لجنابك إنسان الراقي المقدم المحترم وإلى قناتك ومشاهديك الكرام المحترمين. جنابك أعرف أن القانون القرار الأخير للمحكمة الدولية إضافة لما ذكرت جنابك القرارات الأخرى، هناك اتفاقات، يعني أولا اتفاقات بين الكتل السياسية على إعطاء مهلة مثلا أو تجميد هذه القرارات إلى حين تشريع قانون نفط الغاز، وهذا ما تم الاتفاق عليه حقيقة بين الكتل السياسية خاصة إدارة الدولة. أما القرار الأخير أعتقد هي واحدة من هناك بنى تحتية أو مكملات، أنا أعتبرها واحدة من المكملات التحفيزية لتصدير أو لتشريع قانون نفط الغاز أولا. ثانيا أعتقد هي شيء يعني قانون قرار انتهى، ولكن هناك اتفاقات بين المركز والإقليم، إضافة إلى هذه الاتفاقات هي مثل ما ذكرت جنابك على أولا أن يكون تسليم الواردات الإقليم 400 ألف يومية إلى المركز وتضع وارداته تحت مصرف موجود تحت إشراف المركز والإقليم. هذه البنى التحتية اللي أذكرها وأقول لجنابك هي ساعدت أولا على تخفيف وطأة القرار، ثانيا أن يكون هناك شبه عمل مباشر بين الطرفين وحل كافة المشاكل. بس أركز على حالة واحدة تفضلت بها حضرتك، يعني أريد أعرف القيمة الفعلية لهذا القرار، بما أنه حضرتك تفضل بأن هناك اتفاقات جرت مؤخرا بين بغداد وأربيل، وأيضا أكو من وزارة النفط أنه راح تبحث آليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية سواء في الإقليم ومع السلطات التركية وفقا لمعطيات جديدة، كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ هو أنا أتواصل لها، يعني حقيقة هنا الوفد موجود من يوم أمس واليوم ووضع آليات جديدة للتصدير، يعني أن يكون عن طريق سومو أولا، ثانيا عن طريق الأنابيب الموجودة في اللي يتم تصديره عبر جيهان. هذه الاتفاقات هي أيضا واحدة من المحفزات ومسهلات لتشريع قانون نفط الغاز اللي سيحل كافة الإشكالات اللي، وأعتقد هناك لجنة حتى لجنة النفط والغاز باشرت بدراسة هذا القانون ووضع آليات العمل عليه، وإن شاء الله تشريعه سيكون في الفترة القادمة بأقرب فرصة. هذه الأمور سوف تحل كل هالمشكاليات. وبعد يعني حقيقة هناك نقطة مهمة وهي أنه أعتقد حتى توقف تصدير النفط اللي بدأ صار له يومين تصدير النفط يأثر حتى على الاقتصاد العالمي وحتى على اقتصاد تركيا والاقتصاد العراقي. لهذا السبب الكل الآن على عمل جدي ومتسارع من أجل أولا وضع آليات جديدة للتصدير، لأنه هذا النفط اللي يجب أن يكون داخل مخزون يخزن خزانات تتحمل هذا الكميات النفط الكبيرة الموجودة. إذن هناك جدية لدى الطرفين وهناك إسراع بعملية أنه يكون اتفاق من وضع آليات جديدة من أجل لتصدير هذا النفط. أرد أتخيل أستاذ مهدي عفوا، يعني لما حضرتك تتحدث عن إذا ما كان هنالك تفاهمات بين بغداد وأربيل وأكو وحدة في القرار، لا نتكلم عن هذه الوحدة تجاه تركيا، ها نجي لها الموضوع، ولكن إذا ما أخذنا هذه القضية بشكل موسع جدا، يعني ما الذي يشكل هذا القرار وهذه التفاهمات على الإنتاج العالمي، خصوصا وأن أسواق النفط بدأت بالارتفاع؟ وهي واحدة من اللي ذكرت جنابك تأثيراتها السلبية، أنه أي يعني أي برميل يتوقف، أنت جنابك عرف أن هناك أزمة في الطاقة من حرب الأوكرانية الروسية، الأمور الموجودة بين الولايات المتحدة والصين، كل المؤثرات الموجودة هاي كلها لها تأثيرات على ملف الطاقة. وأيضا هناك يعتبر العراق من ثاني دولة بالتصدير النفط وكمياته، أي توقف أي إشكالية يؤثر على هذا السوق العالمي. لهذا السبب أعتقد الكل متفق حتى الدول العالمية تحث، يعني أنا اليوم كان هناك تصريح لي من قبل الولايات المتحدة المتحدث باسم الحكومة الأمريكية تحث الجانبين العراقي والتركي أيضا
إضافة إلى أنه يكون هناك التعجيل بحل هذه الإشكالات. وأعتقد كل هذه المؤثرات هي محفزة، أنا أعتبرها مؤثر محفزة على تسريع حل كافة الإشكالات، وهذا ما يسعى له حقيقة. وأنا أقولها أكثر من مرة، السيد محمد الشيع السوداني وحتى حكومة إقليم كردستان على حل كل الإشكالات وجادين بهذه المرة إن شاء الله. طيب القرار القضائي أيضا إذا خليناه في خانة تشريع قانون النفط والغاز، هذا القرار أو هذه التفاهمات السياسية إذا ما ضفناها أيضا، هل ستصب في طي صفحة من الماضي اللي كانت في كل موازنة في كل قضية تكون هذه إحدى العقد الكبيرة بين بغداد وأربيل؟ حقيقة هو ما خليت إيدك على قولت أهلنا على إيدك على الجرح، كل الموازنات كانت تقر، وكل الإشكاليات من 2003 إلى يومك هذا بين النقل المركزية كانت هذه الإشكاليات النفطية أو التصدير هذا الإلك وهذا الإلي. هذا تشريع هذا القانون أعتقد سوف يكون خارطة الطريق لكل، ليس نقطة جدا مهمة أيضا، ترى قانون النفط والغاز ليس فقط في بين الإقليم والمركز إنما حتى للدول للمحافظات المنتجة للنفط، يعني سوف ترسم خارطة الطريق لهذه المحافظات الحقوق اللي إلها واللي عليها. لهذا السبب أعتقد سيكون جذريا حل لكل المشاكل الموجودة بين خاصة الاقتصادية والنفطية الموجودة والإشكالات اللي تتكرر كل مع كل قرار موازنة إن شاء الله. وهناك جدية، وليش أقول عن الجدية؟ باعتبار أنه حتى مثل ما ذكرت جنابك أنه هناك لدى لجنة النفط والغاز صار أكثر من أسبوع وعشرة أيام آلية عمل يعملون عليها ودراسات كبيرة، وأعتقد خلال الأيام القادمة إن كان مخطط إلى لمدة ثلاث ولكن سيختصر هذا الوقت، ووضع آلية جديدة لتشريع هذا القانون وإنهاء كافة الإشكالات خاصة النفطية لأنه لا يصب بمصلحة العراق. نتحدث أيضا أستاذ مهدي عن قرار محكمة التحكيم الدولية راح يدفع بحكومة الإقليم إلى الاحتكام للدستور العراقي، وهنا راح نرجع إلى تصحيح مسارات سابقة لربما يضغط الدستور على التفاهمات السياسية اللي تشير إلى حضرتك. جنابك ذكرت نقطة مهمة وهو الدستور. حقيقة أكثر مطالبنا وكانت حتى من القيادة الزعيم مسعود البرزاني كل القيادات الموجودة كانت تؤكد على تطبيق الدستور مع المركز في كل المناسبات في كل تشكيل حكومة، ولكن اللي كان يحدث مع كل الأسف تجرى اتفاقات وتعطى تعهدات وورا شهرين ثلاثة من تشكيل الحكومة تضرب بهذا بعرض الحائط وعدم تطبيق الدستور. الآن يعني وضع الاقتصادي للبلد، التحديات الموجودة الأمنية الاقتصادية السياسية البيئية، كل هذه تحتم على هذه الكتل السياسية برمتها أن يكون هناك أولا التحكم أو التوجه إلى تنفيذ بنود الدستور بدون انتقائية، وهذا ما عمل عليه حقيقة أولا ائتلاف إدارة الدولة، ثانيا حكومة الإقليم وحكومة السيد محمد الشيع السوداني لديهم جدية بهذا الأمر، والدستور هو الحاكم والفاصل في كل الفقرات المختلف عليها، إن كانت الموازنة إن كانت تشريع النفط والغاز إن كان مادة 140 كان المحكمة الاتحادية كل هذه الأمور. وأيضا نقطة مهمة أنه هذا الدستور وافق عليه أغلب الشعب العراقي الأغلبية وصوت عليه، إذن هو يعتبر خارطة الطريق أيضا لهذه المرحلة وسيكون الكل ملتزم بها من ضمن إقليم كردستان. طيب نتحدث أيضا عن وحدة الموقف العراقي سواء في المركز أو الإقليم تجاه تركيا، واللي عرفت يعني تعرف حضرتك أنه الرابح الأكبر من هذه المفارقات هو الجانب التركي. اليوم لما حكومة المركز تعقد الكثير من الاتفاقيات مع تركيا بمشاريع استثمارية ضخمة، زيارة رئيس الوزراء، بناء مدارس، مستشفيات، استثمار كبير، ويكون هنالك وحدة موقف بين المركز والإقليم في صادرات النفط، هنا راح نشوف أنه من الممكن أن يتحقق موضوع القرار السيادي تجاه دول الجوار. شوف وحدة القرار ووجود اتفاق شبه أو كامل بين الإقليم والمركز وكل كافة المحافظات حتى الكتل السياسية سابقا، خل أخذ من وقتك دقائق، سابقا كان بعض الكتل السياسية وحتى رؤساء الكتل السياسية أو حتى نائب يطلع يصرح أو يروح الدولة بما يشاء يصرح بما يشاء، والحكومة بوادي، وهؤلاء الكتل السياسية كانت
تطمح إلى مصالحها وتعمل على مصالحها خارج الدولة. ولكن هذه المرحلة أعتقد هناك الكل وعى أنه يجب أن يكون قرار سياسي ليس فقط على الأمور الاقتصادية. القرار السيادي سيكون أعتقد حتى من تطبيق الدستور اللي ذكرناه جنابك واتفاقات اللي بين الإقليم والمركز سوف تساهم يعني مساهمة فعلية أولا على وحدة قرار السيادة العراقية التي يكون من خلال عدم يكون كلمة واحدة موقف واحد قوي أمام كل الدول الإقليمية اللي تحاول خرق السيادة دائما باستمرار. وهذا ما يشجع أولا القرار العراقي يكون قرار قوي باعتبار أنه كلمة واحدة لدى كل السياسي الكتل السياسية. وهذا ما تعمل عليه حقيقة في هذه المرحلة ائتلاف إدارة الدولة وهو ما تم اتفاق عليه باعتبار أنه البلد مر قبل تشكيل الحكومة بانسداد سياسي بحرب أهلية ما لا سامح الله لو استمرت ومخاطر كبيرة كانت. وهذا كان ناقص خطر على الكتل السياسية مما جعل أن يكون هناك اتفاق على تمرير العملية السياسية بسلاسة. وكان السيد الزعيم مسعود البرزاني أول المساهمين وبإنهاء الانسداد السياسي وتسيير العملية السياسية إدامة وتشكيل الحكومة حكومة قوية خدمية. أعتقد هذه الأمور سوف تساهم على وحدة قرار العراق أمام كل التحديات. طيب ما دام أن هذا الموضوع أصبحت فيه هكذا تقاربات، هل من الممكن أن يكون بوابة لتقاربات أخرى؟ الكثير من القضايا العالقة، المادة 140 حسب قانون النفط والغاز إذا تم العمل به وتم هنالك الوصول إلى اتفاقات سياسية ومستند إلى الدستور، لربما أيضا سيكون بوابة إلى تفاهمات أخرى حول قضايا مصيرية؟ أكيد 100% باعتبار أنه مثل ما ذكرت جنابك هي أنه توجه القيادة الكردية على إنهاء أول شرط كان أو أول واحدة من الثوابت اللي تم طرحها قبل تشكيل الحكومة مع ائتلاف إدارة الدولة هو تصفير المشاكل اللي موجودة بين الإقليم اللي صار لها أكثر من 20 سنة. لهذا السبب وهي من أولها الاحتكام إلى الدستور. الدستور هو هذا ينظم عملية سياسية بين كل الكتل السياسية ويكون خارطة طريق ناجحة لهذه العملية السياسية والكل يعرف حقه والأول عليه. لهذا السبب حتى الفقرات الأخرى ما زال عندك إصرار على تنفيذ الدستور ستكون هو الفيصل، إن كان مادة 140 كان محكمة الاتحادية إن كان التشريع. وإضافة إلى نقطة جدا مهمة، أنت من شرعت قانون النفط والغاز نص المشاكل أو 3/4 المشاكل اللي موجودة مع الإقليم سوف تحل، ولا يبقى هناك سوى هذه الفقرات الأخيرة إن كان مادة 140 محكمة الاتحادية تعتبر واحدة من المشاكل اللي بسهولة يتم باعتبار أنه مادة 140 أيضا لا تشمل فقط إقليم كردستان باعتبار أنه هناك محافظات وأقضية مشتركة بين المحافظات الغربية والمحافظات فرات الأوساط وحتى داخل محافظات الجنوبية هناك أقضية مشتركة بين الطرفين يحتاج أن يكون هناك المادة 140 والاحتكام عليها بالدستور. طيب يعني حضرتك دقيق جدا في التعبير أستاذ مهدي، يعني تتحدث عن تصفير الأزمات وهذا هذا المصطلح لربما نستغربه ما طارق إلى أسماع لأن تعلمنا ترحيل الأزمات بين المركز والإقليم. أحسنت، يعني أعتقد العملية الإيجابية اللي أو الخطوة الإيجابية اللي اتخذتها الحكومة أولا للإقليم والسيد محمد الشيع السوداني والاتفاقات اللي جرت أعتقد أولا اختيار السيد محمد الشيع السوداني كان اختيار جيد وصحيح باعتبار هو ابن هذه البيئة، ثانيا ملم بكل الإشكاليات، وثالثا النقطة الأهم هي الوداع لكل المشاكل وليس إلى اللقاء. هذه المهمة اللي دي يصير بها ليس فقط مع الإقليم، كل المشاكل اللي دراقب عمل السيد محمد الشيع السوداني وحقيقة هناك جدية لديه بتصوير هذا وأيضا الإقليم حكومة الإقليم والقادر في إقليم كردستان هناك جدية تصوير هذه المشاكل باعتبار إلى متى يعني وإن من تصب الصالح من تبقى المشاكل. إذن هناك جدية لدى الطرفين وحتى الخطوات اللي قام بها السيد محمد الشيع السوداني الأخيرة حقيقة أولا تفرح القلب، تغيظ العداء، ثالثا تنهي المشاكل وتصفيرها، وهو اللي الشعار اللي اتخذ على نفسه وداعا للمشاكل وليس إلى اللقاء. وأعتقد الأيام القادمة إن شاء الله سوف تنتج هذه الأمور وتصفر كافة المشاكل بين الإقليم والمركز، وأن أخذت لها وقت بعض الأمور أكو فقرات يحتاج لها وقت ولكن أكو نية جدية ومخلصة لدى الطرفين. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أثريت الحوار في هذا الملف وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد
يتجدد بمشيئته تعالى. نور الله أوقاتكم بالخير والبركة. في أمان الله.